شهدت مباراة بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية يوم أمس الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إثارة بالغة بين الفريقين، حيث نجح دورتموند في التأهل لدور الثمانية رغم التعادل هدفين لمثلهما، مستفيدا من فوزه ذهابا خارج أرضه بثلاثة أهداف لهدفين. وفي الدقائق العشرة الأولى من الشوط الثاني احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح دورتموند وسددها المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند كرة أرضية على يسار الحارس المغربي ياسين بونو، لكن الأخير تصدى لها ببراعة. وحاول بونو استفزاز هالاند بالذهاب إليه وإغاظته بعد إضاعة الضربة، لكن الحكم فاجأه بقرار إعادة ضربة الجزاء بسبب تقدمه عن خط المرمى قبل تنفيذها حسب ما أوضحت تقنية الفيديو. وبعد إعادة ضربة الجزاء وضع إيرلينغ الكرة في الزاوية نفسها، لكن بونو فشل في التصدي لها هذه المرة ليضيف النرويجي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، واحتفل هالاند بهدفه بالذهاب نحو ياسين ومحاكاة تصرفه محاولا استفزازه بذات الطريقة، لكن بونو أدار ظهره له دون النظر إليه، وانفعل لاعب الفريق الأندلسي بعد تصرف هالاند ليركض نحوه أثناء احتفاله من أجل الاشتباك معه قبل أن يتدخل الحكم وينذر المهاجم النرويجي. وبمجرد انتهاء المباراة ذهب هالاند لمصافحة بونو مبتسما، وهو ما قابله أسدنا المغربي بصدر رحب.